واضح انه مزاجك مانو رايق والافكار عم تاخدك وتجيبك. بس انت هاليوم مزاجك رايق. مزاجي الرايق انت السبب فيه. كل يوم في اهداف جديدة وانت عم تصنعها. هات لشوف شو اللي جابك بهالوقت. عن مشكلة صغيرة بخصوص عرض مركز التسوق. الشخص اللي تبرع مشان مهرجان الاطفال فجأة حمل حاله وراح. يلي من الجمعية؟ ليش؟ لأنه الأخ انفصل عن حبيبته. ما فهمت. ما في شي مانو مفهوم. حياة هالزلمة كانت كذبة. استغل اسم الجمعية وتدين مصاري من الكل. وآخر شي تضحك على الأنسة ياسمين اللي بتشتغل عنه. طيب شو نهاية هاي القصة؟ النهاية أكيد ما رح تعجبك. اتبرع مشان يخدع بنت ويتقرب منه. ايه قضى كم يوم حلوين معه وبس خلص حمل حاله وراح. ماني عرفان شو ساوي. لا تنسى وعدنا الأولاد بالمهرجان وما فينا نقلهم نلتغى. ظفار أهلا وسهلا. أهلا فيكي. رح حط هدول بالمطبخ ورح اجي لحتى ساعدك. يلا بسم الله.